زرنا هذه المرة معتمدي بوفيشة من ولاية سوسة للاطلاع على سير التنمية فيها فلاحيا وصناعيا وخدماتيا. وتعتبر معتمدي بوفيشة منطقة اقتصادية نشطة لأنها تتمتع بموقع استراتيجي مكنها من أخذ أسبقية تنموية على غيرها من المناطق الأخرى، فهي منطقة عبور مهمة في الاقتصاد الجهوي والوطني. تعتبر بوفيشة منطقة فلاحية مهمة على المستوى الجهوي، إلا أن هذا القطاع يشكو صعوبات عديدة أهمها نقص مياه الري، وقد تم التنصيص صلب المخطط التنموي للجهة على مشروع تحسين المردودية المائية لسد ودرمل كحل لتفادي نقص المياه في غير مواسم الأمطار. بالفلاحة في بوفيشة منا في معتمد بوفيشة هي عندنا فلاحة متنوعة وفيها عدة قطاعات. معناها عندنا القطاع منها في المنطقة السقوية، وعندنا قطاع تربية الماشية، وعندنا قطاع الزيتين، وعندنا قطاع منها في مخصص الأشجار المثمرة والحبوب وزراعة كبرى. بالنسبة للبوفيشة احنا منها تعد منها منطقة فلاحية من الباب الأول، منها بحداث منها في ربع ولاية سوسة عندنا 50% من المناطق السقوية على كامل الولاية. احنا في بوفيشة منها كنا حلمنا الحلم المنهى متاع الفلاحة متاع بوفيشة وصغار الفلاحين هو إحداث سد وادي الرمل. إحداثنا سد وادي الرمل ولا حلم ولا تحققنا، وهذا نخدمه منها بأمور منها باهية منها وشات الانطلاقة متاعه ومنها والسد تم إنجازه بكلفة 50 مليار، ومنها والفلاحة فرحت به ياسر، ومنها وبدأت النشاط منها في جميع في منها في الري التكميلي والأشجار المثمرة والخضروات، ومشات الامور بتاعنا منها في الحبوب مرويه ومنها ومشات الامور في البدايه على احسن يوم. لمينا 23 مليون متر مكعب. مشات الامور من 2002 2003 حتى 2009 و2010. شنو وقع في 2010 و2009؟ معناها كي احداث عندي احداث السد، معناها السد نقص من المال من الموجود فيه من 23 مليون وصلنا حتى ال 5 و6 7 ملايين. معناها بالنسبه للعمليه ككل كفلاحه معناها حسينا اللي البرنامج نتاع السد معناها الدراسه نتاعه من اول مره كانت غلط. علاش؟ معناها ما حدوث معناها ابار عميقه باش نمولوا السد معناها في صوره جفاف. تو معناها من 2011 من 2010 2011 2012 2013 وهذا المياه الامطار تنقص والمردوديه نتاع السد معناها المياه منها ضعفت. احنا معناها نطالبوا من الدوله ومن وزاره الفلاحه معناها باش ينظروا نظره للبلاد هذه ويذللوا الصعوبات تاع طرد الفلاحه باش الفلاحه هذوما ينهضوا من جديد ونولوا معناها من الفلاحه هذا يولي يقوم بالتصدير معناها بالاكتفاء الذاتي للبلاد. معناها بحكم معناها تواجدنا معتمديه بوفيشه قرب على ولايه نابل مفترق طرق فهمتي ولا للتصدير معناها 60 كيلومتر على تونس 60 كيلومتر على سوسه. معناها باحداث معناها يجب الفلاحه تستثمر وجلب المستثمرين معناها واحداث مناطق معناها جديده وشركات معناها تكون وباش نخدموا اليد العامله. خليه الارشاد الفلاحي تساهم في تطوير منظومه الانتاج الفلاحي بمعتمديه بوفيشه، تساهم في تغيير عقلية الفلاح والانتقال من مرحلة الضعف كاقتصادي إلى وضعية أحسن، تساهم في تنمية وضعية الفلاح اقتصاديا وذلك بتمكينه من التقنيات المستعملة في الإرشاد الفلاحي، معناها الإنتاج محصول وافر هذا يفش فهمت، وتساهم معناها في تنمية المنطقة ككل من ناحيه الدوره الاقتصاديه للفلاح. الاستراتيجيات المستقبليه للوضع الفلاحي ببوفيشه هي عندنا استراتيجيه في منظومه تطوير قطاع الالبان، فهمت، نحاولوا معناها باش ناطروا الفلاح باش يستغل الموارد العلفيه الخضراء معناها باش يحافظ على القطيع نتاعو باش واستقطاب فلاح اخرين معناها في الاندماج في منظومة قطاع الألبان، حيث معناها حاليا عندنا حوالي 800 بقرة حلوب منجة
بطاقة استيعاب المركز تجميع الحليب ب 4000 لتر في اليوم. احنا كخلية نظرة المستقبلية نحاولوا إلى رفع هذا العدد إلى 1600 بقرة حلوب منجة، وذلك معناها بتوفير المواد العلفية الخضراء، معناها اللي سنا مثلا عندنا حوالي رغم جفاف السد عندنا حوالي 120 هكتار بذو هكتار درع علفي اللي تزرع في المنطقة سنا. في إطار المرحلة الثالثة من إعداد المخطط الجهوي للتنمية بولاية سوسة، تم التنصيص على توسعة المنطقة الصناعية ببوفيشة لمساحة 15 هكتار، مما يساعد على الحد المتزايد البطالة في هذه المعتمدية. بالنسبة للوضع الاقتصادي ببوفيشة، ساعة باش نحكيو عن النسيج الاقتصادي في بوفيشة اللي هو يتكون من الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. بالنسبة لميدان الصناعة عندنا زون اندستريال بروميير ترانش، عندنا فيها برشا اشكاليات، منها الاشكاليات العقارية، وسي صالح حمد رئيس الوكالة ملم بالمواضيع الكل. بالنسبة للدوزيام ترانش اللي هي فهمتني ان شاء الله فهمتني باش تنجز في مارس 2017، وان شاء الله تكون وجهة للمستثمر سواء التونسي ولا الاجنبي، باش تكبر المنطقة الصناعية نتاعنا. ونطالبوا بكل لطف سي صالح حمد باش ينقصنا من سوم المتر المربع اللي هو 65 دينار على معناها ما وصل لنا. لا لي شيء تقصد حوافز لجلب المستثمر كيما التنقيص من سعر المتر يولي فهمني يتباع بالتكلفه كهو فهمتني، باش المستثمر فهمني يتشجع ويجي بحثنا ونكبروا المنطقه الصناعيه نتاعنا. بالنسبه للمنطقه الصناعيه ببوفيشه البريمير ترانش كلها معامل نتاع نسيج ومعناه وتخدم اليد العامله الاكثر بنات. احنا ماذا بينا فهمني معامل يكونوا موجودين في بوفيشه فهمني يخدموا اليد العامله الذكوريه اكثر منها، خاطر البريمير ترانش كلها فهمني معامل تحت ال 72، معامل خياطه ومعامل الى غير ذلك، وكلها تخدم فهمتني يد عامله بنات. احنا ماذا بينا تكبر البلاد وتكبر المنطقه الصناعيه، خاطر كانت مع تكبر المنطقه الصناعيه فهمتني معناها توفر فهمني برشا مواطن شغل سواء بنات ولا اولاد، والحركه الاقتصاديه كلها تدور في البلاد، الناس كلها تولي تخدم. نطمحوا باش تجينا معامل كبار، معامل كما قلت لك تخدم اليد العامله الذكوريه اكثر من الاناث، على خاطر البريمير ترانش كما قلت لك فهمني كلها معامل نتاع نسيج، واحنا مع الاتحاد الجهوي فهمني برئاسه سي علي بن يحيى ديما بتواصل، وبارك الله فيه قاعد يعاون فينا، قاعد يحط فينا فهمتني باش نخدموا منطقتنا اكثر فاكثر، وقاعد يوصلنا صوتنا للولايه ومقترحاتنا، وينسق مع صالح حمد ورئيس الوكاله، وان شاء الله فهمتني دوزيام ترونش ان شاء الله ترى النور فهمتني عن قريب العاجل في مارس ان شاء الله 2017 بتنطلق ويكون افاقها خير من المنطقه الصناعيه الاولى. فما بعض المستثمرين المحليين والاجانب اللي عبروا عن رغبتهم للاستثمار؟ والله التو مازال ما فهم شيء، معناها فهمتني شوفوا فهمني المستثمرين يمشيوا ويجيوا على المعتمديه فهمني باتصال مع سيد المعتمد، اما الحاجه الصحيحه مازالت مش موجوده. بالنسبه لمعتمديه بوفيشه باش نحكي اجمالا على المشاكل الموجوده في المعتمديه نتاع بوفيشه واللي تعيق الاستثمار قطع النظر على المنطقه الصناعيه. العائق الكبير الموجود في معتمديه بوفيشه هو العائق العقاري. عندنا مشكله في العقار في بوفيشه سواء كان املاك دوله سواء كان فهمني مناطق فلاحيه سواء فهمني كانت مناطق سقوية. احنا عندنا مشكلة نتاع السد، سد واد الرمل جاء فهمني في بالنا استبشرنا به خير فهمني ماك تعرف فهمني الفلاحة مربوطة بالصناعة والتجارة فهمتني، في بالنا فهمني باش معناها يحل لنا افاق في الفلاحة فهمتني ونطوروا فلاحتنا وتولي فلاحة عصرية. ما رعنا ربي ما عطاش خير وربي ما حبش، وبرشا اراضي فهمتني ولات ملاح، ويلزم نشوفوا حل سواء مع سيد وزير املاك الدوله سواء مع السيد وزير الفلاحه. فما برشا اراضي فهمني غير مستغله، لا استغلوها للفلاحه لا استغلوها للصناعه لا استغلوها للسكن لا استغلناها لحد شيء،
قاعدة مهملة. المستثمر يجي يلقى فهمني وضعية معقدة، تعجبه أرض، تتصور أنت فهمني في منطقة السلوم اللي هي فهمني على البحر، منطقة كاملة فهمني كلها منطقة فلاحية، هل يعقل فهمني توا في وقتنا هذا وأرض على البحر منطقة فلاحية؟ مش معقولة. نحسوا في رواحنا فهمني عايشين في تهميش فهمني. بارك الله فيه سيد المعتمد وسيد الوالي وسي علي بن يحيى، معنا قاعدين يوصلونا في أصواتنا ما فهمتني هذه فهمني كلها بيدين السادة الوزراء، وبكل لطف نطلب من سيد وزير أملاك الدولة باش يجي يطلع علينا في بوفيشة ويزورنا زيارة خاصة، ونطلب من سيد وزير الفلاحة يجي يزورنا في بوفيشة، وأنا نعرفه اللي هو ملم بدوسي بوفيشة وبالصد الموجود في بوفيشة فهمتني، والمنطقة الفلاحية كاملة في بوفيشة ملم به، أما ما فماش الفعل، ما فماش القرار ما تخذش لتو، والتو العائق هو فهمتني ونزيد نعاودها المشكلة العقاري يلزم يتحل. على اعتبار أن جزءا مهما من الحمامات الجنوبية يرجع بالنظر إلى بلدية بوفيشة، ونظرا لما لهذه المنطقة من تأثير مهم في القطاع السياحي وفي مجال توفير مواطن شغل، فقد تعلقت همة ابن الجهة والمقيم ببلجيكا لأكثر من 4 عقود وهو السيد نور الدين بواب من بعث هذا المشروع السياحي النموذجي ببوفيشة. عشت في بروكسل قريب 40 سنة، تو يزيد واحد رواح هكا البلاد يحب يستثمر شوية يعمل حاجة سياحية. خذنا المكان هذا كان خدم فيه بابا وجدي قبل، رجعنا بدينا نخدمه فيه، عملنا قهوة، دينا في صالة الأفراح، عملنا رستوران، وتوا نكملوا في باش بحول الله نكملوا. عندنا 14 منقار فوق، نكملوا شي بيسين ونعملوا مشروع سياحي هكا بوفيشة مركب سياحي، مركب سياحي نوروا بلادنا ونوروا بوفيشة، ومنتظر عندنا حويجة هكا باهية. عندك ثقة في المستقبل في بلادك باش تجي تستثمر؟ بحول الله، ما واحد احنا دخلنا وقت ثورة، دخلت وقت ثورة وما سيبت شديد بداية وسقيل تو لونز الثورة جات، وانا دخلت بعدها بجمعة، انا كان ما عنديش ثقة، راني من نهار لور راني هزت لفاليز ورجعت. واحد انا بعرق جبينه يخربش بالحجرة بالحجرة بالياجورة بالياجورة، لين وصلنا معنا شوية خدامة. سي نور الدين، انت قبل التسجيل قلت لي هذا اول قصر بيات عمل في 1850، اعطينا لمحه تاريخيه. لمحه تاريخيه 1850، هذه اول دار تبنت في بوفيشه. البيات كانوا قبل يكسبوا من هنا تفوت النفيذه، قبل ما يبنيوا دار البي في النفيذه، هذه اول دار بناها البي باش يعمل اسكان فيها كي يسافر وسكن فيها، حتى الحضر القصر نتاعهم نتاع النفيذه. معناها هذه دار الأولى تبدأت، ومنها تعدات ولا الأتراك، كانوا عاطين البحر الأتراك شدوا فيه المكسم تاع البطوات شدوها الأتراك، ومنها فرنسا ومنها المركب السياحي هذا تحديداً. كيفاش؟ شنو اللي فيه؟ وشنو الأفاق متاعه؟ وين تحب توصل؟ أي طالق حاضر، عملنا القهوة هذه ستان كافي مور، بجنبه فما رستوران بيزاريا، عملنا كالبيوت صالونات هذوك متاع العائلات فيهم زادة واحد حبي أخو راحته، عملنا صالة أفراح يعمل يعني فيها أفراح ولا سيريموني ولا ديفاد دي مارياج، وقاعد اجتماعات وفما 14 بنقالو قاعد نهيئوا فيهم بحول الله من هنا كلكم موادو حاضرين، ونوفاو بالشوية جارديناج ونعملوا بيسين البرة باش نكملوا المركب كامل يولي واحد ينجم معناها يسكن ويتفرهد وياكل ويشرب وما يخرج من هنا. فماش نية انك تستثمر علاقاتك اللي دامت 40 سنة لبرا، معناها جلب السياح وجلب كما كنت تحكي لي فنانين كبار على مستوى عالمي؟ اي عندي اصحابي، خاطر الخدمه نتاعي نتاع بروكسل كنت عندي كونتاكت مع العباد ياسر، كنت عندي ستاسيون سيرفيس كراج ميكانيك، معناها عندي اصحاب ياسر، لكن اللي عندي من الاصحاب اللي استناوا نور الدين وقت الشتوفه خلينا نجيو بحذاك، يحبوش يمشي الروتين نتاع الاوتيل، قوم بالوقت وقعد بالوقت ويعملوا له براسلي يبدا يجيروا فيه، لكن الناس اللي يحبوا ريتريتي بري بونسيون يجي يلقى البحر قريب، يلقى حوايج هكا زاد مره
حتى السوم قام مرافق ينجم حتى يعيش هنا، يقعد يعيش لهنا. الناس تو تلوج تاخذ ريتريت من برا وتجي تعيش في تونس، ولا يمشي يعيش في المغرب، ولا يعيش في بلاد اخرى. هذا كل جو ذاتي حول الله. اي تو ما تنجم تكلم هذا كل جو ذاتي، لا قروض ولا شيء. وقت الثوره شكون مش عندك قرض؟ الناس الدنيا واقفه، هذا الكل بعرق الجبين. وانا واحد يمشي على قد كساهي متسقيه. معنا بدينا القهوه حلينا، عملنا ريستورون، واحنا ماشيين خطوه خطوه لين نوصلوا. بحول الله كان مشينا خلطنا بعد عوايم، خلطنا خلطناش بعد عوايمين. كان جانا قرض فرهدنا مرحبا به، ما فما شيء. وزاره السياحه، وزاره الثقافه ما تفاعلوش؟ والله تو ما فما شيء. السلطه الجهويه نتاع سوسه ما تعاونتش؟ اه فما شيء. وهذه مناسبه شنو تطلب انت مثلا المساعده؟ والله اللي وقت حاضر واحد اللي كان مش يطلبوا ما خدموا، فهمت؟ الوقت الحاضر نطلب شويه، كان يتلهونا بك الجرده، يتلهونا بالشارع. الفضاء الخارجي، الفضاء الخارجي كياس محفر من عهد فرنسا، الكياس مازال معوش بوفيشه توقف، قلت لك حتى لافاج بوفيشه لهنا. كان يرجلونا هاللونجل هذايا يزفتوا يتهوا بك الجريده، واحنا نعطيو مجهود ونعطيو مجهود، خلينا نوروا وجه البلاد شويه كو. ما طالب حد شيء بخلاف هذا. من بين الافاق القادمه، احنا ديما نبحث من خلال البرنامج هذا انه راس المال يكبر وانه المواطن الشغل تزداد. اكيد انه لما هل النزل باش يحضر ولا توسع باش تتم، لابد انك تفكر في مواطن شغل اخرى مش تنظر هكا ولا اي استقبال. تو احنا تبارك الله ما عندنا شيء، عندنا قهوه وكافيتيريا، مع عندنا استقبال ثلاثه خدامه في البنيه، عندي شيء نوكلوا في 10 عائلات احنا. أول حاجة بسيطة، عندنا 10 عائلات بارك الله، مع احنا عائلة وخويا عائلة وخالي عائلة، احنا 13 توا ناكلوا في الخبز من هنا. باهي، وإذا كان المركب تم فين تولي حدود؟ إن شاء الله معناها ينجم واحد يزيد 10 أخرين، تبدو واحد ولا هي بالصالة، واحد لا هي بالفوق، واحد لا هي بالريسبسيون، بيسين يلزمها ماتر ناجور، يلزم جاردينيي، يلزم أنوما توفير نتاع أونتونت. انترتيان عندك هذوما الكل، كي واحد ياخذ نهار كونجي يلزم واحد يرون بلاسيهم. حول الله ما نوصلوش حتى 25 مواطن شغل نوصلو. حول الله. نواصل رصد مبادرات لافته لبعث مشاريع خاصه تتسم بالتميز والتفرد، وفيها التعويل على الذات. والانسه الشابه ايناس السعيدي استفادت من آليات التشغيل والتشجيع على بعث المشاريع الخاصة لحاملي شهادات الجامعية، فقامت ببعث مشروع صحي يتمثل في مركز للعلاج الطبيعي ببوفيشة. إيناس سعيدي، أخصائية علاج طبيعي وتقويم أعضاء، عمري 26 سنة، خرجت المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بسوسة سنة 2012. بعثت المشروع متاعي في أواخر 2014 بمساندة البنك التونسي للتضامن، هو اللي مولي المشروع متاعي. قداش عطاك؟ 34 ألف دينار، كانت المساهمة الذاتية متاعي 10%. المشروع فاش يتمثل تحديدا؟ شنو هالسنتر؟ هو مركز علاج طبيعي وتقويم أعضاء. يجيونا معناها الناس اللي باش يعاودوا معناها إعادة تأهيل ويعملوا معناها علاج طبيعي معناها بحذانا. فما معناها فيه برشا اختصاصات كما مثل أمراض البرد، أمراض الأعصاب، أمراض الروماتيزم والحوادث. فوالا. علاش اخترت هالمشروع هذا انت حتى في البدايات في اختصاصك؟ علاش درست؟ انا من الاول معناتها حبيت اني نختار شعبه في مجال الصحه، وحبيت معناتها نختار حاجه واني نعاون بها الناس، وتكون معناتها بعد واني نجم نبعث فيها مشروع معناتها نكون انا معناتها اللي حسابك الخاص. حساب خاص من المليون كان في ذلك، فانا نبعث مشروع ذاتي. اخترت الاختصاص هذايا، قريت فيه وتخرجت، وبعد عملت مشروعي. وكيفاش
كل قايل شنو هالافاق نتاع مثل هالمشاريع هذه العلاج الطبيعي، شو في ذهنك انت؟ فين تحب توصل في النهايه؟ الافاق نتاع المشروع؟ ماذا بيا واني نعمل شراكه مع المستشفى المحلي بوفيشه، معناها شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. ويكبر المشروع؟ يكبر اكيد. كيفاش يكبر؟ نزيد الات في المشروع نتاعي، معناها اكستنسيون نعمل، ونزيد اخصائيين معناتها في نفس الاختصاص نتاعي، معناتها اخصائيين في العلاج الطبيعي، ونزيد اختصاصات اخرى كما الوخز بالاباره الصينيه والحجامه الاسلاميه. معناتها نطمح وانه معناتها يكون المركز نتاعي معناتها. اكبر من هكا وخير من هكا. ما هي افق هالبرنامج؟ اول حاجه نحب نعمل شراكه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، معناها نعمل شراكه مع المستشفى المحلي بوفيشه. حاجه اخرى نحب نطور المشروع نتاعي، معناتها ملي تكون عندي قاعه واحده نتاع علاج يوليو برشا قاعات، ونزيد معناتها اكثر معدات، ونزيد اكيد اون فوا معناها تطور المشروع نتاعي، نزيد معايا معناتها اخصائيين في نفس الاخصائيين في العلاج. المعدات والماتريال والتوسعه اكيد اكيد، ونطمح وانه يكون معناتها المشروع نتاعي اكبر من هكايا، وانه معناتها يولي معناتها يمس معناتها المجال الصحه والسياحه. وكان فما كبيره بالقطاع السياحي في مجال اكيد بالنسبه للقطاع السياحي، خاطر احنا معناتها القرب معناها من المنطقه السياحيه هذه نجم يعاونني معناتها باش ندخل فيه معناتها الجانب السياحي معناها في سافا ولا توا كلمها انت هكا نبداو لاباري هذيا باش تعمل فيها 5 دقائق جنب هذايا، وبعد 5 دقائق جنب الاخر. باهي كي الدور هكايا عندك وجع. هذه قاعة العلاج، احنا توا في قاعة العلاج. القاعة هذيا يخدموا فيها نساء رجال صغيرات كل حسب المرض اللي هو عنده. انا نشجع كل واحد معناتها باش يعمل على روحه ويعمل مشروع ويحاول معناتها يطمح، ما دام احنا عندنا معناتها بنك يعاون دونك نجموا معناها نعملوا المشاريع نتاعنا وتحقيق الاحلام نتاعنا.